فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس عندما يكتب كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب بعدها حرف صاد اختصارا للصلاة، فهل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، هذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صاد ما هي بصلاة على الرسول، بل بعضهم يكتب صلعم، فظن بعض الجهال أن اسم الرسول صلعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يكثر عند البعض أنه إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فكلما ذكرنا النبي صلوات ربي وسلامه صلينا عليه، ولكن هل كلما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو كلما كتبنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم نكتب صلى الله عليه وسلم، أو ماذا نفعل؟ الناس في هذا على ثلاثة أحوال. البعض كلما كتب اسم النبي يكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا هؤلاء الكمل. الآخر هو الذي لا يكتب بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن يصلي عليه تلفظا، يعني يكتب قال نبي الله محمد كذا كذا، ويقول في نفسه أو بلفظه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكتبها إما اختصارا للوقت وإما اختصارا للمكان اللي هو الورق. الثالث من الناس هو الذي يضع حرف الصاد أو يضع صلعم اختصار صلى الله عليه وسلم، فهذا كرهه أهل العلم، فقالوا أنت لك حالتان: إما أن تكتب صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقول صلى الله عليه وسلم ولا تكتب شيئا. أما تكتب صاد أو صلعم فكرهها كثير من أهل العلم، فالأصل ترك هذه الكلمة.